السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أسامة؟ أيوة يا فندم، تعالى هوا. أيوة يا أستاذ أسامة، أنا مش عارفة وزير التربية والتعليم ده عايز مننا إيه؟ إيه اللي حصل؟ عايز يدمر عيالنا. أنا ابني مش عارف يذاكر. يقول لي يا ماما ده كل يوم بيغير قرار. يقول لي يا ماما إحنا ممكن نذاكر قراراته قبل ما نذاكر المهم اللي هعملها. هو عايز مننا إيه بالظبط؟ ده دمر عيالنا. حرام عليه، حرام عليه كل المصاريف اللي احنا بنطلبها من قطة وقطة قطة عيالنا. انا جوزي شايل وكل ام وكل اب شايلين. هو عايز مننا ايه؟ ينزل عيالنا عشان يموتوا؟ هو عارف ان العيال اللي هيجي بقى دكتورنا فهيضيع عيالك حالها. دكتور عيل ممكن ينزل يجيب كورونا البيت، مش بيت عمارة حالها شارع بحاله. عايز مننا ايه؟ عيال هتخرج من المدرسة وعيال هتدخل المدرسة، كله هيقابل بعضه، كله هيسلم على بعضه أطفال وعيال. وعايز مننا إيه؟ عايز يدمر عيالنا؟ ولو عنده واحد جاي في عيلته بس كورونا هيبص للعيال اللي ماشية دي، والعيال اللي هتنزل الدروس. حرام عليه، ربنا ينتهي منه، حفظ الله ونعم الوكيل. المصاريف اللي احنا صرفناها في الترم الأولاني ويرجع يقول لك ليه؟ ليه بيعمل فينا كده؟ فين الريس؟ فين رئيسنا؟ فين رئيسنا اللي نزلنا في الدار؟ فين اللي هيموت عيالنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا طارق يا صاحبي، حسبي الله ونعم الوكيل وكل سادة وكل واحنا صايمين بننا عليك. بننا عليك حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا يا فندم، هو شكرا. نفسه، هو نفسه قال ما انا هقول السنة والتانية سنة ما ينفعش نعمل امتحان مجمع. هو نفسه بيقول، هو قال من 18/2 14/2 ما ينفعش نعمل امتحان مجمع الاولى والثانيه. ليه بيرجع في كلامه؟ ما هو عارف راجل من عيال طويله ومش عارفين نخلص المناهج، والمدرسين عاملين الضعف، المنظومه ضايعه بايظه من عندك، المنظومه بايظه بايظه من عندك يا طارق يا شوقي. شوف نفسك الاول وشوف اللي بيشتغلوا معاك. انت اللي صرفت الامتحانات وانت اللي وديت العيال المدرسه وانتوا عارفين السيستم واقع. يعني العيل، انا عايز اعرف العيل لما يبقى في الاخر عايز يركز وعايز يعمل وسيستم واقع يركز ازاي؟ يقول العيال غشوا، غشوا ازاي؟ لو 25% ولا 50% ولا 100% اللي غشوا منك انت، انت حامل سر من العيال قبل ما يخش. المنظومة بايظة من عندك، ليه بتعاقبنا احنا وبتعاقب عيالنا؟ عاقب المدرسين، عاقب اللي سرب الامتحانات. ليه بيعمل فينا كده؟ شكرا يا فندم، شكرا لك، شكرا. طبعا احنا استاذ وسام احنا متدمرين وعيالنا متدمرين. العيال مش عارفين تذاكر. قول يا رب وان شاء الله تتحل من عند ربنا ان شاء الله. ان شاء الله هتتحل، وان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله يا رب تيجي من عندك يا رب. تيجي من عندك. هو عايز يعرف ان المنظومه بتاعته فاشله، هو مش متاكد من كده، وهو مش عايز ياخد في دماغه مش كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لا يا رب، يا رب نشوف ميت فيك يوم يا طارق يا شوقي. زي ما انت بتعمله فينا، والمصاريف اللي احنا بنصرفها، كل ده عشان عيالنا يطلعوا فوق، انت اللي بتسحبهم لتحت، انت اللي بتسحبهم لتحت. مفيش تعليم بقى. شكرا يا فندم، شكرا لك، ربنا يسعدك ان شاء الله خير. ماشي يا استاذ حسام، والله العظيم الواحد ما عارف يعمل ايه. ليه مش عارفين يذاكروا؟ مش عارفين يركزوا، هنعمل ايه ولا هنسوي ايه؟ والمنهج طويل، المنهج طويل، 3 شهور، ابن جملنا في 30 يوم، ليه يعني؟ ليه؟ اذا كان في البيت ولا في المدرسه ده ابن واحد. أربع امتحانات في يوم واحد، 4 مواد، ليه؟ ده لو الواد عبقري مش هيقدر يحل. قضيت 4 مواد في يوم واحد وأربعة سؤال وجوه ودحيحة وكيمياء وفيزياء مع بعض، إزاي تيجي؟ إزاي؟ ده أنت شوف نفسك يا طارق يا شوقي، كنت في الثانوية العامة كنت بتعمل إيه؟ بتلف حوالين نفسك. إحنا بقى مش بنلف، إحنا بقينا في طابور، طابور
ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، وكل سجده انت عليك يا طارق الشوقي، كل سجده انا عليك. شكرا ستك. وارجع نقول الريس بتاعنا فين؟ الريس بتاعنا بيقول العلاج، العلاج فين العلاج يا مريم؟ ايه الريس بتاع الريس؟ فين العلاج؟ فين العلاج كمان؟ انت جاي مستقبل العلاج في واحد ما بيفهمش، واحد مهندس ما بيفهمش التعليم جايبينه تعليم ليه؟ ليه؟ عايز نرجع المنظومه، انا ارجعها من اول من تحت. ابتدي من المنظومه من تحت مش من فوق، ده العقل اللي بيفكر. ابتدي من الملعب تلاقي المنظومه بتاعتك طبقها عليها تحس ان احنا بره الكهرباء. يكونوا فهموا قبل ما تتكتب المنظومه اعمل البنيه التحتيه بتاعتها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شكرا، شكرا ليك يا فندم. شكرا لك، مع السلامه. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.